قائم على حقوق الإنسان، قائم على إسعاد الإنسان، على وجوب تعليم الإنسان، على وجوب صناعة الإنسان الملك، الإنسان الذي ينفع ولا يضر، يسعد ولا يشقي، بين معلم أو متعلم. إذا كان عالماً يعلم الجاهلين، وإذا كان جاهلاً يتعلم من العلماء، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الأمن الغذائي، النبي يقول: ما آمن بي ساعة من نهار من أمسى شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. الإسلام حرب على الجوع، حرب على الفقر، حرب على الظلم والجور والاستبداد. فكله بناء، بناء الإنسانية بكل فضائلها، بكل مجرفاتها، كما يقول عليه الصلاة والسلام: كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً للعلماء، ولا تكن الخامسة فتهلك.